أمير، هذا المرتد رفض القيام بالعملية الاستشهادية التي أمر بها ضد المرتدين من الشعب العراقي. أنت لست من تملي علينا الأوامر هنا. لقد تركنا أهلنا وديارنا وجئنا لنحميكم، هكذا ترد لنا الجميل؟ فلتذهب إلى الجحيم. لا فيصل، خذ النساء إلى الداخل، هن لنا متاع. أمير، يبدو أنه يوم مليء بالأخبار الجميلة. خالد يود أن يخبرك بشيء. خيرا، هات ما عندك. أنا رحت للأمريكان وبلغت عن فرات أو جوبا. خيرا ما فعلت، جوبا خائن ويستحق قتله. ومتى يتم القبض عليه؟ بعد شو رح يكون شو لما يروح البيت خطيبته ياسمين. صلاح. نعم. أريدك أن تجهز لي شاب من أهل القرية للقنابل غدا. قد جاءت لي فكرة جيدة وأنا أعتقد أنها تكون خيرا للجميع. أي فكرة؟ يا أخي، هؤلاء هم طيور الجنة. غدا نقتل جوبا ونلقن الأمريكان درسا لن ينسوه، ونكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد. ستصير واليا على الفلوجة بأمر من كبيرنا، وستعالج أمك المريضة بالمكافأة التي ستحصل عليها من الإبلاغ عن جوبا. فكر مليا وستجد أن ما أقوله هو الصواب.